السلام عليكم المتابعات الغاليات، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناة لينا شوب من بوتيك لينا شوب. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي ندير معكم فيديو ديال جلابة بكل نوع والاثمنة ديالو. بقاو معايا ما تمشيو فين. اللي باقا ما دار اشتراك في القناة اشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو الى عجبكم، وشكرا لكم على المتابعة. التوصيل راه كاين والعنوان راه كيتواجد في حي اناسي جروب 45 قرب جامع الرضوان بجانب صيدلية الشفاء بمدينة الدار البيضاء. ومرحبا بكم. غادي نبدا معكم باول ارتيكل هو هذا اللي لابسه انا. بقاو معايا. واول موديل ديال 150 درهم هو هذا اللي لابسه انا. جلابه في الخزي، توب جايها جاي ديالها طايح وملس، فيها هاد الطريزات هنايا بالالوان. هذا هو الطول ديالها، كتجي زوينه بزاف البنات، وفيها واحد الخدمه هنايا، ها هي دايزه على الكمام، وبحال اللي في الكمام راه بحال اللي هنايا، خدمه زوينه وخفيفه ديال الصيف، يعني تبردوا بها وتبدلوا بها، يعني تاخذوا منها الاشكال وتبقاو تبردوا بها وتبدلوا في هذا الصيف. هذا 150 درهم، راه رخيصه بزاف البنات، شي حاجه زوينه ديال تولي جور. غادي نوريكم اللون الثاني، وهذا هو اللون الثاني. اللون ديالو اورانج، هو ماشي مشعشع مغلوق، غادي الغوج بغيك، وهو راه اورانج زويونه بزاف. فيها هاد المجموعه ديال الالوان، تقدروا ديروا الشال من هاد الالوان، هادو راه يجي معاها. حتى هنايا راه كاينه واحد الخدمه هكايا دايره على القب، وكذلك هنايا يعني بحالها بحال الاولى. نتوما الكميمات جاكم طوال وشي حاجه ديروا لهم غير هكا، دابا راه غير الصيف. وكتجي الثوب ديالها طايح، هانتوما شوفوا عن بعد كيفاش دايره. 150 درهم البنات، راه رخيصه بزاف. جلابه كتكسبوها طالعه وخفيفه 150 درهم. نتمنى يكون هذا الثمن عجبكم بزاف بصحة والراحة، اي حاجة ما تغلاش عليكم المتابعات ديالي. غادي نوريكم وهذا اللون البوردو ديالها، راها الطاي واسعة، هذه راها الطاي 3XL. انا لبست لكم الطاي الكبيرة باش تشوفوها، راها كبيرة ليا بزاف، وحتى الكمام راهم كبارين. حتى هي في اللون ديال البوردو كتجي زوينة بزاف، نفس ستيل. غادي نوريكم اللوان اللي باقين فيها. وهذا اللون بلو مارين ديالها، حتى هو نفس الطرز اللي هنايا، غير الالوان اللي كتختلف هنا. البلو مارين كيجي خطير حتى هو في اللبسه، كتقادوا له غير الشال اللي غادي يمشي معاه اولا الفولار، حتى هما كتختاروا اللون اللي كاين هنايا وكتناسقوا الالوان، كتطلع اللبسه زوينه. اي حاجه عجبتكم البنات سكرينيوها وتواصلوا معايا عبر الواتساب، غادي نخلي لكم نمره التليفون على الشاشه، وكذلك العنوان ديال المحل حي اناسي الدار البيضاء، راه معروف حي اناسي جروب 45. كاين الالوان ديالها، باقينا جوج الوان هادو، هما راه فيهم الوان عديده وكثيره بزاف ومتنوعه، هادو الجوج باقي ما لبستهمش. غادي نوريكم واحد الموديل اخر نفس الثوب، غير الطرزه اللي مختلفه، وكاينه هاد الطريزه هذه اللي جايه موجه هكايا غدا بالوريضات وبالالوان، حتى هي عطيه واحد الشكل جميل بزاف بزاف للجلابه. هذه راها الطايب 3XL، راه كبيره، كلبس لكم الطايب الكبيره باش تشوفوها حتى هي كيفاش كتجي. انا راه كنلبس الال، وهذه راها 3XL، تجي مع الدوبل XL حتى هي. هذا هو الشكل ديالها، فيها الالوان يجيو زوينين مع هاد الجلابه هادي بالبلوروا، واحد المنظر غزال يا البنات. حتى هي 150 درهم، 150 درهم
هذا النوع ديال الجلالب، وهذا اللون الصفر ديالو. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي لون صفر، حتى هو كيجي عاطي المنظر زوين بزاف بزاف. درت له هذا الشال هذا في البوردو، تقدروا ديروا اللون اللي بغيتوا، راه كاينين في الطريزات هادو. هانتوما شوفوا كيفاش جات، لون زوين بزاف ديال الصيف. ولبست لكم الطاي الصغيره ديالها، حتى هي في بلو مارين، كيعجبني اللون بلو مارين بزاف. حتى هي فيها مجموعه ديال الالوان، شوف كيفاش كتجي البنات، غزاله بزاف بزاف صراحه زوينه. هذه الطاي ال، الطاي هي الصغيره، حتى هي 150 درهم. غادي ننتقل لكم واحد الموديل حتى هو 150 درهم ديال الجياب. انتقلنا الشكل الثاني اللي هو هذا ديال الجياب، جلابه في الموف بارد، حتى هي فيها الطريزات هنا وفي هكا في الدراع، وفيها هاد البوش هذا هنايا في الجنب، حتى هو في الطرز بحال اللي هنايا، راه كاين في الجويبات كاين جوج. صراحه جلابه عمليه وديال تولي جور، تلبسوها دائما تبدلوا بها. هاد الصيف هذا راه بارده ماشي سخونه، شي حاجه زوينه البنات. فيها هنا واحد السفيفه رقيقه، وهنايا كاين فيها واحد العقيدات هكا بالسفيفه. 150 درهم بحالها بحال الاولى. هذه راه الطاي دوبل اكس ال، راه كبيره دوبل اكس ال. غادي نوريكم واحد اللون اخر، وهذا اللون الثاني ديال هذا الموديل. هذا اللون بحال القصبي او الفيغ او، خضر بارد، حتى هو فيه الطريزات هادو، راه كاين فيه البوردو والبلو مارين، يعني ديروا الشال فيه جوج الوان راه كيجي خطير. انا دايره البلو مارين جاي معاه زوين، حتى هي هنا الطريزه اللي تتكون في الصدر راها كاينه في الجويب. صراحه زوينه ومريحه بزاف بزاف، تلبسوها دائما هكايا. امشي لكم. وهذا اللون عاوتاني غزال بزاف، هذا اللون بلغوة كيبان وكيعطي واحد المنظر زوين، حتى هو كيجي خطير في اللبسه البنات. اللي بغات شي حاجه تسكرينيها، هذه راه الدوبل اكس ال 150 درهم البنات، تبرعوا ليا وما تفلتوش. هاد الهوته هذه راه كميه محدوده، راه قبل ما نعلقهم راهم مشاو منهم شحال من حبه. ودابا انتقلنا الجلابه ديال 180 درهم. كما كتشوفوا الجلابه اللون ديالها بلو سيال، وفيها هاد الحجيرات هنايا، الشكل حتى هو جديد، فيها هاد الصدف هكا مغلفين. صراحه المنظر ديالها غزال، وحتى التوب ديالها طايح ديال الصيف، مريحه بزاف اللبسه. الطاي اللي في هاد الجلابه هادي راه اكس ال، وافيه ماشي يعني ماشي القد ديالي تلبس انا ال. هادي راه الاكس ال، بقاو فيها جوج لوينات. غادي نلبس لكم اللون الثاني اللي هو الموف ديالها مغلوق، وهذا اللون ديالها الثاني اللي هو الموف، جاي الموف مغلوق زوين بزاف، حتى هو راه خارج هاد العام هذا. صراحه جلابه زوينه ومريحه بزاف، ثمن البنات 180 درهم. 180 درهم ثمن راه زوين بزاف، سارعوا. هانتوما شوفوا الصدر ديالها كيفاش جاي، شي حاجه زوينه البنات. وتا الحجر راه منبت بالخيط، يعني راه مخيط. واخيرا وصلت لكم، ماشي اخيرا، وصلت لكم هاد الجلابه هادي الزوينه اللي عجبتني بزاف وارتحيت ليها. التوب ديالها خطير، شي حاجه طوب البنات. ملي كنقول لكم شي حاجه زوينه راها زوينه، وكاليتي راها غزاله. التوب ديالها كيبقى هكا يعني ملس طايح، التوب ديالها بحال كل القوامج يعني زوينين، شي حاجه ماركه زوينه. فيها هاد السفيفه هنايا، وفيها هنايا، فيها هنايا بحال واحد العقيدات عقاد هادو مخدومين.
والثوب هو اللي كيميزها، وهاد لي فلوغ اللي فيها هكا جايه مسدوده، نوريها لكم عن بعد، جايه مسدوده البنات حتى لتحت، راه كتلبسوها مع سبادريه كتجي احسن، تجي بحال سبور، راها طاي كبيره، هذه راها دوبل اكس ال وتجي مع حتى 3 اكس ال، شو شحال واسعه البنات. وهاد الثوب راه كيبقى هكا كيف ما تصبنوه كيف ما ينشف لكم هكا، يعني الثوب كيبقى ملس طايح وبارده ما زامتهاش. شوفوا كيفاش دايره، خصكم تقيسوا الثوب عاد باش تعرفوا علاش كنهضر. فيها اللوينات يعني غير لي فلوغ هما اللي مبدلين، كاين اللي داخل فيه البلو مارين، كاين اللي الغوز، صراحه خطيره بزاف. حتى هي 180 درهم، 180 درهم شي حاجه زوينه، وراها الفينيسيون فيها غزال ومفيني داكشي يعني مدفون لداخل. انا صراحه عجبتني الكاليتي ديالها اكثر من الشكل. هانتوما شوفوا، وهذا هو اللوين الثاني ديالها، شوفوا كيفاش داير مبهج صراحه. هاد لي فلوغ وهاد الالوان ديالو كتعطي واحد البهجه والسرور واشراقه للوجه، خطيره البنات عجبتني انا. راه واخا واسعه غادي ناخذ هادي، هما دايرينهم طاي ستوندار، دايرينهم هكا الطايات الكبار شوفوا، ولكن انا واخا ضعيفه جاتني عجبتني الصراحه، جاتني زوينه. كتعجبني شي حاجه كتكون واسعه عليا ما تكونش مضيقه باش نكون مرتاحه فيها وانا كنتمشى، ما كنعرف راسي راه شي حاجه راه مستوره، وفي نفس الوقت كتعطيكم واحد النخوه اكثر من المزير. هانتوما شوفوا اللوينات اللي فيها، شوفوا كيفاش دايره، نقرب لكم الثوب باش تقيسوه. شوفوا كيفاش دايره الثوب، راه واعره البنات، ما تلقاوش هاد الثوب احسن احسن من شنو نقول لكم، حتى البلوزات راه هذه كاليتي واعره ما تناقشوش عليها، هادو تاخذوهم بعينكم مغمضه. 180 درهم البنات، 180 درهم. وهذا اللون الثالث هو هذا، داخل فيه الكحل والغوز وواحد البيستاج او الصفر هكايا. اللوينات صراحه كلهم فنين، يعني فيها ثلاثة ديال الالوان، ولكن راها فيها مجموعه الالوان، اي شال غادي يجيكم معاه غزال ما غاديش تحيروا فيه. هانتوما شوفوا صراحه راها زوينه، راه حتى من اللور هانتوما واسعه، كتجي مخزانيه، هي راه ماشي ايفازي بطبيعه الحال، شوفوا كيفاش دايره مخزانيه، تجي مع الرقيقه ومع الغليظه. انا كنلبس الال ولكن لبست هذه، واخا واسعه راها عجبتني بزاف. باقا شي حاجات ديال 180 درهم كنت فايته وريت لكم في فيديو السابق، راه كاين في القناه، كاينين هادو 180 درهم، فيهم هاد الشبيكه هنا في القب، وفيها كذلك في اليدين هذه البلو مارين، هادو اللي باقين بغيت نوريه لكم. وبقى هاد البيستاج هادي حتى هي 180 درهم، نفس ستيل حتى هي بالشبيكه. وكاينه هادي حتى هي باقا منها في الاسود، تجي كلوش من تحت والثوب ديالها طايح ديال الصيف، حتى هي بالشبيكه، والكميمات حتى هما فيهم هاد هكا دايزات الخدمه هادي، وحتى هنايا وكذلك هنا، حتى هنا راه كاينه واحد الخدمه ملاقيه، حتى هي 180 درهم. وكاينه هادي ها هي باقا حتى هي في البوردو، حتى هي نفس ستيل، راها شبيكه في القب وفي اليدين. اللي بغات شي حاجه تسكرينيها 180 درهم، بقى في هذا اللون هذا، ها هما حتى هادو راه زوينين بزاف ديال اكس ماي. فيها هاد اليدين هكا كيتقلبوا،
فيها ثوب اخر هكايا لداخل. هاد اللون هذا راه خزي مخدوم بالصفر، وفيه هنا لورانج توا الثوب ديالو طايح جايه مخزانيه، الكتاف طايحين، وكذلك اللون ديالها في هذا بالزرق حتى هي راه نفس الشكل. فيها الكميمات حتى هما هنايا راه كيتقلبوا نتوما. شي حاجه زوينه هادو، راه كيبقاو معكم اطول مده، راه شي حاجه شي خدمه واعره خطيره. حتى هادو 180 درهم. وباقي الاسود ديالها ها هو، حتى هي فيها الكميمات كيتقلبوا. صافي سالينا الاثمنه ديال 180 درهم. غادي ننتقل معكم دابا الثمن ديال 200 درهم. غادي نبدا معكم بهذه اللي لابسه انا، وغادي نوريكم هاد الموديلات اللي باقيين ديال الكريب. الكريب ثقيل ماشي هذاك الرقيق، حيت كاين اللي كيكون رقيق وكيقولوا له كريب وهو ماشي كريب. هذا الكريب ثقيل حتى هما ديال اكس ماي. غادي نوريكم اللي باقيين، لانهم هاد الموديلات طاروا تبارك الله، مشاو مقبولين عند الناس بزاف، لان خدمه ديال المعلم شي حاجه زوينه، والفينيسيون راه زوين بزاف. نبدا معكم بهذا الموديل الاول اللي هو هذا. هذا اللون هذا راه موف بارد، بحال غادي الغوز بيبي، ولكن هو راه موف بارد وداخل معاه الموف مغلوق مع البلوسيال والذهبي، يعني مجموعه ديال الالوان الطرز. شوفوا كيفاش داير الطرز. صراحه خدمه زوينه، الجلابه اللي غادي تدفعوها بهذا الطرز هذا وبالثمن غالي راح تقام عليكم رخيصه 200 درهم. جلابه مخزانيه نخوه وشي حاجه كلاس. هذه راه كبيره عليا بطبيعه الحال، راه باينه كبيره، ولكن كنوري الموالين الكرون طاي راه تقدروا تلقاو الطاي ديالكم. هادو اللي باقيين ثمن 200 درهم. هانتوما شوفوا الطول ديالها. غادي نوريكم الموديل الثاني، وهذا النوع هذا حتى هو كريب. هاتي راه بارد بزاف، تلبسها بارده برداتني. الثوب جاي نازل، شوفوا كيفاش كيطيح هاد الثوب هذا، هو تنحمق عليه هاد الثوب هذا الصراحه. بغاو الناس وعجبوهم بزاف بزاف، كاع اللي خدات بحال هاد الجلابه عاودت رجعات وبغات تاخذ منها. صراحه زوين زوين بزاف. فايته كنت لبست لكم بحال هاد الموديل، ولكن مغلوق عليه هذا، راه المفتوح يعني غوج بريك، هو مفتوح فيها الطرزه هنايا وفيها في الكتاف هكايا. انتم شوفوا كيفاش دايره من بعيد. الثمن ديالها البنات 200 درهم. هادو كاملين اللي غادي نوريكم دابا 200 درهم. اللي باقيين غادي نمشي لكم الموديل الثالث، وهذا اللون هذا ديال الكريب حتى هو رائع بزاف بزاف، اللون ديال الرمادي وداخلين فيهم الالوان هنا بالطرز. هانتوما شوفوا كيفاش جايه، داخل فيها الموف، درت ليها هنايا شال في الموف، وهذا حتى هو راه كريب جمعها الصراحة. وتاها جلابة راها الطاي ديالها اكس ال، راها كبيرة حتى هي وافية، فيها هكا دايز من هنايا صفيفة، وهنايا دوك الطريزات دايزين هنا من الكمام. فيها هاد الشوشات هكا في الموف، هانتوما شوفو كيفاش دايرة. صراحة التوب ديالها خطير، حتى هي راه اكس مايل زوينه بزاف. انتم شوفوا هذا الموديل هذا،
حتى هو مخزاني بواحد الشكل اخر، ما فيهش هذيك اللي كيكون هنا الترسال طايح، يعني جايه سامبل بحال شكل خفاش، راها واسعه بزاف ومريحه وفيها الجياب. انتم شوفوا شوفوا الطول ديالها، وفيها الكمام هذه وخام خزانيه، جايه الكمام مقبوطين تقدروا تطلعوهم بحال هكا. والجويبات تلبسوها مع سبادريه كتجي غزاله وسبور، وحتى مع الصنداله فيها اللوان ديالها باقي لون واحد هو هذا اللون اللي فيها الاسود، وهنا مطروز فيه الحمر غالب، مجموعه ديال الالوان. غادي نوريكم هنا موديلات اللي باقيين ما غاديش نلبسو. هانتوما كاين هذا الموديل، هذا حتى هو كريب طايح البارد، فيه هاد هكا الطرز هكا على هاد الشكل هذا، داخل فيه البلوسيال والخزي. هذه موطارد، هانتوما شوفوا كيفاش دايره فينيسيو، راها بلا ما نقول لكم بلا ما نعاود عليه، شي حاجه زوينه البنات. هذه الطاي ديالها 3XL، مولات 3XL راه تجيها كبيره، راه واسعه. كنوريكم غير اللي باقي. هذه عاوتاني هذا اللون، هذا حتى هو زوين بزاف، فيه هاد الطرز هنايا، وفيه هذه جاي الموديل ديالها في شكل اخر، فيها الطرز اللور. هما شي حاجه نخوه ومخزانيه، وباقي هذا الشكل هذا، حتى هو لون موطارد ماشي مغلوق. هذه حتى هي راه الطاي اكس ال، وافيه حتى هي راه مخزانيه، وفيها هاد الطرز لونه منه اللون في اللون. وكاينه هذه هي هذا اللون، هذا خضر بترول، فيها الطرز هكا هنايا، وفيها من اليدين حتى هي مخزانيه ونفس الثوب، شي حاجه زوينه البنات ومتقونه. هادو هما اللي باقين، وباقي واحد الشكل هذا ديال الفراشه. شوفوا كيفاش داير، هذا شكل اخر، هذه اللي بقات منه الموديلات اللي فيه مشاو ديال الصيف، وراها كبيره واسعه واسعه بزاف. هانتوما الطاي اللي فيها هذه راها الاكس ال، ولكن راها وافي. هادو هما الموديلات ديال الكريب، غادي نوريكم موديلات اخرين. كاين هذا الموديل، ها هو حتى هذا راه الثوب ديالو زوين زوين بزاف، هذا كريب شويه رقيق عليه، ماشي الرقيق كاع، راه كاين اللي رقيق بزاف تيقولوا كريب، هو ماشي كريب، هذا حتى هو كريب ولكن غير شويه رقيق على الاخر، ولكن راه غزال حتى هو، الثوب طايح وبارد، فيه هاد الطرز هنايا وراه فيها الحجر منبت، حتى الكميمات راه فيهم الحجر، وجاي مشبك من هنايا واحد الشبيكه. صراحه خدمه راه زوينه، فيها هنايا الصم هكا دايز، جايه مخزانيه وراها كبيره. هذه 3XL، هذه راها 3XL في الاسود، وكاين لون ديالها اخر، ها هو في البلو مارين، حتى هي راه نفس الخدمه بحال بحال يعني، ونفس الطاي، حتى هذه راه 3XL.
نوريكم واحد الشكيل. هادو اللي باقين يعني راه باقي انت تلقاو غير جوج من الحاجه، ثلاثه من الحاجه اولا حتى الاربعه من الحاجه. هانتوما حتى هاد الموديل هذا راه زوين ومنبت بالحجر حتى هو، وفي هاد الخدمه بالصم. فيه هنايا هاد الموديل هكا شكيل زوين. هادي راها طاي صغيره اللي كتلبس الاس او حتى الام تقدر تجيها، حتى هي توب طايح. شوفوا الكميمات كيفاش مخدومين. هاد اللون هذا الكاشيري اولا صومو مغلوق. شوفوا الخدمه كيفاش دايره في القب، شي حاجه زوينه البنات راه دايزه كلها. شوفوا كيفاش دايره بالصم وفيها الفتحه هذه لتحت. هاي الفتحه هنا. هذه راه الطاي جاتني مزيره بزاف يعني صغيره عليا، يعني مولات الاس راها تلبسها يعني شي بنت هكا صغيره. شي حاجه راه زوينه البنات، حتى هي 200 درهم. كاين اللون الاحمر شكل اخر وموديل شكل مطروز في شكل اخر. شوفوا السفيفه في الاحمر غزال لون عاطي. هانتوما شوفوا الطريزانه، هذه راه ماشي مخزانيه جايه ايفازي. وباقي الشكل من هذا حتى هو زوين بزاف البلو مارين، وجاي كله بالصم من هنايا مطروز وفيه الحجر وراه فيه حتى العقيق المهرس راه منبت كله الا تيبان ليكم. فيه العقيدات بالصم دايز هنا كامل بالصم هكا، وحتى اليدين راهم منبتين. هذه جايه حتى هي ماشي مخزانيه غير الطاي راه كبيره 3 اكس ال، مولات 3 اكس ال راه تجيها. وكاين هذا الشكل هذا حتى هي بقات وحده. هذا الكريب، كريب الغليظ طايح حتى هو مطروز. وباقي لنا هاد الموديلات كنت وريتهم ليكم في الفيديو السابق ديال جلال. راه باقي لنا اللوينات، كاين هاد البلوسيال، كاين الباج، وكاين الاسود وحتى الاصفر. هادو اللي باقين في اللوان، الاسود ديالها وها هو الاصفر راه باقي. هادو تاهما 200 درهم. صافي دوزت الجلال معكم كاملين، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويروق لكم، وديروا لي لايك الى عجبكم، وشكرا لكم على المتابعه والمشاهده ديالكم والتعاليق الزوينه. ما تنسونيش من اللايك، اللي بقى ما اشتركش في القناه اشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله نتلاقاو، تبقاو على خير.